بونسوار للكل. نحن بعدنا باقيين بي اي اش تي باي ذا سي، ومثل كل سبت واحد عم نكون عم نستقبلكم هون بالمول لحتى تكونوا عم تعملوا شوبينج ونحن نتعرف عليكم ونشوفكم وتربحوا هدايا قيمه، وايضا عبر شاشه الام تي في كمان لحتى نخدم قضيه حلوه. كل يوم او كل سبت واحد عنا ان جي او عم نجرب نساعدهم لحتى نعمل توعيه ان كانت معنويه او ماديه لهالان جي او. انا والبير متابعين معكم هالحلقه اليوم. هاي هاي رانيا، لوكينج جود، ثانك يو. هذا الافونتاج لما نكون باي اش تي باي ذا سي، هالبراندز الحلوه، المطاعم، المتحف، الهوم كولكشن يلي عم نعرضها ويلي عم نحكي عنها وعم نفرجي جادجت كل يوم، وعم تتصلوا وتحاولوا تحذروا السعر، فاتصلوا اليوم كمان على 04-717-716 على 2 اكستنشن 100 و200. حاضرين لحلقه جديده؟ حاضرين. Thank you.
كثير مهضومة الأمبيانس وأجواء نوال وأغاني وإنه انبسطنا. هون الإسبلاناد كبيرة دونك يمرحوا الأولاد ينبسطوا مع المناج والأكل كمان ممتاز. Yeah, I feel the it's completely in the spirit of Christmas. The mood, the decoration, the people, the music, and you can come with your kids and they can enjoy while you can relax. So it's the perfect place. دايما بتعطي منال هالجو اللي بيتغير حسب الأغنية، يعني فظيعة كيف بتقدري تكوني من الرقص بيرلاكس للتراتيل البيرلاسك للتراتيل هلأ الأمور الهادية لعيد الميلاد. أهلا وسهلا فيكم منال ملاط وكريستيان أبو عني. ميرسي. دايما هيك مع بعض بتكونوا لأنه دايما مشاريعكم بتكون سوا.
المسرحيات الكونسرتس هلا بعز تحضيرات فلومي فلومي في شيء جديد عملنا فيلم ديجا وقتها بال 2015 تلاتيت وهلا يعني عم نحضر لكذا شغله عم بتحضروا لكثير اشياء وما نال عم تحضري كمان لسينجل مثل ما عرفت صح. بس باجواء عيد الميلاد عن جد بتعيشوا الجو يعني وبتكونوا عم تشتغلوا لعيد الميلاد شو عندكم مشاريع حاليا؟ نحن منجرب يعني كل سنة ننوع مشاريعنا وخصوصا بديسمبر إن كان الكونسرتس مع الهيومانيتاريان أسوسيشنز إن كان نحن يعني بيكاتس برودكشن نشتغل بنعمل أعمال فيديو كليبس وقصص أكيد يعني موسيقى ورقص with the people we work with وأكيد يعني أنا وكريستيان بنعمل قصص بديسمبر يعني معروفة إنه دايما It's a festive season يعني على كل النواحي وحتى بتطبق هالشيء على أول دومين يعني كل شيء أرتستيك حتى بديسمبر بتحس فيها الحماس ناس تعمل قصص جديدة وقصص تحبها العقل يكون فيها جو إنه حصل على السوشيال ميديا حتى على كل شيء يعني بس بتغيروا عن جد الجو مزبوط 100% ممكن تكونوا مثلا متواجدين بس لحتى تكونوا عم تعملوا بيرفورمنس للولاد او حفلات العلاقه بجو العيد اكثر موجهه للولاد عاملين كثير بتتذكر وقتها يمكن it was 2 years ago اليونبوع عملنا كونسرت للولاد وكان كثير كثير حلو هيديك السنه بنوفمبر عملنا وقتها سيزوبيل كمان و هارت بيت هلا هارت بيت ما بيصير ان ديسمبر بس انه التحضيرات بتبلش بديسمبر بعد قبل كمان اوريدي بلش التحضيرات صح واليوم الحلقه كمان لجي ان كي هالجمعيه اللي بتعنى بامراض سرطان الاطفال وامراض كثيره لها علاقه بالدم للاطفال يلي رح نتعرف عليها بعد شوي مع دكتور ادلت عيناتي خرياطي ومناخذ كل التفاصيل وانتم اليوم موجودين ونحن بنشكركم كثير لحتى تكونوا عم تعطونا هالجو الحلو وتدعموا بشكل مباشر هال جمعية وفي الأولاد هون بلشوا يضربوا عليكم بالغنى على فكرة لا في بير نويل كمان أنا بدي أتصور معهم بعد شوي بدي أتصور معهم بدي كومي تغني معهم بعد شوي على كل حال منال نحن بدنا نطلب منكم أنه تضلوا معنا أكيد بدنا نسمع كذا غنية منكم أنت قاعد عائل اليوم شو القصة؟ أنا مرتاح كتير مرتاح كتير مرتاح وجودك دائما مرتاح وأنا نفس الشيء خلينا نحكي شوي عن السنة قد كانت حلوة هالسنة هيك نعمل ريكاب شوي عن سنة 2018 كريستيان افتكر سنة عن جد تنتذكر أنا ومنال شو عملنا بهالسنة بنحسهم أكثر من سنة رجعنا نتفاجئ أنه هيك بلشت السنة كل مرة بقول له كريستيان مثلا هالشيء بيقول لي عن جد كانت هالسنة صح بعتقد في كثير بروجكت صارت كثير حلوين بعتقد أكبر بروجكت نعمل هالسنة كان مجنون ليلى صح فينا نقول عنه it was the highlight of the year يعني وقبل العمل كثير قصص performances أنا عملت سينورمان it was a Nina Simone tribute concert ومن أنا عملت different performances different كمان appearances مثل برونو وكل الأخبار خبرونا شوي عن مجنون ليلى صحيح منال بعرف انه كثير بتحبي هالبياس تذكر ما حكينا كمان معك بدت بس كنت كثير محمسه لهالمسرح لانه صراحه اتس دريم كم ترو يعني حلم كان حلمي او حلم كريستيان او راي او كل الدانسرز والسينجرز وما تشوفي كيف مرق الوقت يعني كانت فكرة على وراء in our imagination وإذ صار the first Broadway Oriental musical يعني بلبنان عرفتي وفمشان هيك عم بقول لك حلم and you did it and we did it yes we did it وأكيد يعني this was only the beginning يعني رح نرجع نعمل hopefully early next year إن كان بلبنان أو بالدول العربية بدي أقول له هاي لروي خوري اللي موجود yes. معنا هون بس مش على سات اليوم يلي كمان هو أساس He's the creator of creator and choreographer وكمان وأنا بدي أقول كمان thanks للدانسرز المهضومين من Steps Performing Arts Studio لروي كمان يلي بيهتم فيهم وبيشتغل بالفن على أشكاله فينا نقول خليني انتقل هلا لعند البير اللي صار بالمطبخ مع الشيف لحتى نشوف شو رسات اليوم البير رانيا شيف بيير محضرنا اليوم ريسيبي لديسير بركي الاسم منه كتير معروف شوكات رح اسال الاولاد اللي معي هون اذا بيعرفوا شو الشوكات هاي كيفكم بتعرفوا للشوكات معي هون عماد اندي يارا وسيرين ما تحرجون البير تشبه مش سؤال ومش مش مش مسابقة شوكات مثل الشوق الكريم ولكن فارغة رح نشوف الشيف كيف رح يحضرها ورح ندوقها بعد شوي شيف كيفك اليوم بونجور مقادير اللي عايزينها لهالريسيبي هن الريسيبي
هي بات اشو بالاساس. اوكي. 250 جرام حليب، 100 جرام زبده، 12 جرام سكر، 5 جرامات ملح، 125 جرام طحين، واربع بيضات. ذاتس ات. نعم. بلشت تذوب الزبده بقلب الحليب. الزبده والحليب حنضيف اجملا بنحطهم مع بعضهم دغري من الاول، بس نكسب الوقت، ذوبناهم قبل. اوكي. نغليهم دغري على النار. نغليهم وبنحط طحين. نعم، بس يغلوا بنضيف عليهم طحين وبنتركها تنشف. اوكي، البروسيس كثير سهل. رح نرجع بعد شوي عند الشيف رانيا لنشوف لنشوف كيف رح بدك نزيد فينا نزيد هلا اذا بدك على الهواء الطحين. يلا. ايزي انجريدينتس، اشياء موجودة بكل بيت، طحين، بيض، حليب، زبدة، ملح. لسات كثير هينة، هي بات اشو يلي هي بتنعمل للشو للإكلير هي نفسه. شو كانت ديسير مهضومة هلا بتشوفوا كيف كيف بيتقدم مع هيك حبوب سكر حوالي. هي بتاخذ بتيجي ل معنا العيد نسبيا يعني انه مثل الجبل وعليه ثلج. اوكي. اوكي، هيدي العجينة خلصت. دن، رح نحطها على جنب. نعم، نتركها تبرد شوي. شوي ونزيد عليها البيض. اوكي، رح نرجع لعندك أول ما تبرد هالعجينة، وبهالوقت رح شوف رانيا مين صار عندها ضيوف. رانيا؟ البير، قبل ما نتابع مع الضيوف، أنا بدي أقول إنه رح ننتقل هلأ لريبورت عن الفاشن مع سيدريك حداد، بس بدي أقول لك شغلة البير، إنه يعني مش عايز ولا أي تيب لحتى تكون فاشنبل، لانه اليوم تبك بياخذوا العقل. بفتكر السوت. ميرسي رانيا، ثانك يو فيري ماتش. اتس كريستيان ديور من عند اتش تي باي ذا سي. انت فستانك كثير حلو كمان. الشيء الحلو انه نحن وجودنا هون عم ننبسط نجرب اشياء من الكوليكشنز اللي موجوده، اكيد اشياء كثير حلوه، فان شاء الله. بس ذيس از يور ستايل على الاخر يعني. يا وعم ننسق سوا الوان، بس انا وياك على طول بننسق بكل الاحوال، يعني حتى لما ما ننسق بنلاقي بعضنا لابسين نفس الستايل. هذا المهضوم، هيدا التليباتي بالعمل. خلينا ننتقل لهالريبورت ونشوف تيبس من سيدريك حداد. اكيد الموضه بتختلف عند الرجال من براند لبراند. خلينا نشوف بيربري شو منزل لهيدا الموسم. اوكي، مثل ما لاحظنا انه بيربري غير شوي من الكلاسيك تاتش تبعه، فوت البرنتس اكثر. ملاحظ الميكستشر تبع الكولرز، الباترن كيف جايه. الاحمر كان كثير طاغي هيدا بهيدي الكولكشن. شفنا مثلا البولو الحمراء البيزك، شفنا السويت شيرت الهودي. هلا الحلو انه ببربري فينا نخلط، يعني في حيلا شخص يلبس من هون. ليش؟ لانه حدا كلاسيك في يروح على السكشن الفورمال اللي رح نروح نشوفها سوا هلا، وبذات الوقت اذا حدا يونغ اكثر بده قصص فانكي اكثر، قصص مودرن اكثر، كمان في يلاقي. يعني مثلا فينا نشوف السويت بانتس، في لبس مع سويت شيرت مع حيالة سنيكرز من كولكشن. أكيد أنا بنصح ببلاك سنيكرز معه. وكمان شفنا البالكي شوي سنيكرز اللي قلنا عنه أنه هلأ كتير إن، كمان استعملوا بيربري. الكلاسيك سوت يلي دايماً هيدي موجودة، دايماً بنلاقيها ببيربري. نزلت لون نيفي، واكيد في منها غير الوان. الحلو انه هيدي اذا بنشتريها مره اتس ماست هاف ايتم، يعني هي بتنشرها مره فينا نلبسها على كثير مناسبات. اكيد فينا وي كان ستايل ات اب بالطريقه اللي نحن بنحبها. فينا نعملها كثير فورمال مع قميص بيضاء بيزك مع نايس تاي وبلاك فورمال شوز، وبذات الوقت فينا نخلطها مع يمكن تي شيرت بيضا بيزك مع سنيكرز باجنا. سو الحلو ب ذس كايند اوف سوت انه بتنلبس كثير فورمال، وبتنلبس كمان فينا نعملها مور كاجوال. ذات القطعه فينا نلبسها بطريقتين، طريقه كثير رسميه يلي هي القميص مع البوت الرسمي مع الكرافات الرسميه والبدله،
وبذات الوقت زيت البدلة فينا نلبسها بطريقة كتير سبار كتير كاجول اللي هي مع سنيكرز أبيض مع تي شيرت تحتها بدل قميص وكرافات. كريسمس فيليج من الجراوند فلور يلي عارضين فيه اتش تي باي ذا سي المطابخ الحلوه والجادجتس من كولكشن هوم سولوشنز. عماد، اندي، يارا وسيرين، مين منكم بيحب يطبخ؟ نو؟ يارا لا بتحب الاشياء الطيبه بس. اوكي، حمسه عاشوكات، يلي صار انه الشيف من بعد ما بردوا شوي بردت شوي العجينه زد عليهم البيض، اوكي، مزج البيض بالعجينه وحطهم بهيدي البوش، وهلا عم نعمل مثل ما بنعمل الشوق لكريم، عم نعمل هول الشوكات اللي رح يبقوا فارغين بس رح نلطهم بعدين بالسكر، مزبوط؟ نعم. يلا هدي رح حطهم بالفرن 26 دقيقة على 160. اوكي اوكي، انا رح فرجي بهالوقت هال بلاتو بس للمشاهدين ياخذوا فكرة صغيرة عن الهدف اللي نحن بدنا نوصل له. هيدي الشوكات يلي عم نحضرها مع الشيف يلي رح نوصلها من بعد ما تنخبز. السكر عم بتحطهم من هلا؟ نعم. اوكي، بنحط السكر قبل ما يفوتوا على الفرن، ما بيدوبوا هول، بيبقوا لا بضلوا هيك. هيدا شكلهم الفينال اللي بيطلعوا. حدا عم بده يدوق من هلا؟ فينا نزابر؟ تفضل. خلينا نشوف مين حبهم وشو رح يعطونا علامات. هي جو، هيدي الشوكات طيبة؟ شو؟ قد ايه على 10؟ 10 على 10؟ 10 على 10؟ يارا ايه قولها؟ 2؟ يارا ما حبيت 10 على اوكي 3 عطوك 10 على 10 كثير طيبين، انا بعطيك اكثر. رح نحطهم بالفرن؟ نعم. نرجع بنشوفهم بركي بعد شوي. ميرسي شيف. رح ناخذ بريك ومنكمل كريسمس فيليج. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread our smile and joy. Pull your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones. At Christmas time, it's hard, but while you're having fun, there's a world outside your window, and it's a world of dread and fear, where a kiss of love can kill you. There's death in every tear. Do they know it's Christmas time at all? Here's to you, raising glass for everyone. Here's to them underneath that burning sun. Can they know it's Christmas time at all? برافو منال كريستيان.
اهلا وسهلا فيك دكتور ادلات عيناتي خرياتي، اختصاصيه بامراض السرطان وامراض الدم الوراثيه عند الاطفال. منشان هيك اسستي جمعيه اسمها جي ان كي جورج نسيم خرياتي. هالجمعيه يلي بلشت بظروف صعبه ولكن اهدافها حلوه كثير لحتى تساعد الاطفال يشفوا اسرع، يكون في وقايه اسرع من امراض الدم، وعندها هدف ثاني خبرينا عنه حضرتك. اول شيء قبل ما ابدا بحب احييكم بهالجو الحلو كثير يلي نحن بنمشي مع مؤسسه جي ان كي يلي هي بتحب تبث الفرح والامل عند كل الاولاد. نحن بدينا المؤسسه بعد ما مات ابني جورج بعمر 16 سنه بحادث سير هو على طرف الطريق. بعد 5 ايام تمام قررنا كعائله انه نخلي الجرح العميق جواتنا ونحول هالمصيبه لفرح ولامل ولتفاؤل عند كل الاطفال تبع لبنان. ومن هون تاسست حوالي 12 سنه بشقين بهدفين رئيسيين يلي هن اهم اسباب الوفاه عند الاولاد والمشاكل، وهن الصحه والسير. عندنا هدفين وهو تامين الرعايه الصحيه والوقايه الصحيه المجانيه لكل الاطفال والشباب بلبنان، مع التشديد على الاولاد يلي مثل عم تشوفون هون يلي هن املي انا بالنسبه لي، هن الاولاد اللي عندهم سرطان وامراض دم وراثيه صعبه. والشق الثاني هو بما انه جورج هو توفى بحادث سير وهو الدافع لنا كان انه نعمل هالشيء، ما قدرنا ما نعمل شيء للسير. من سنتين افتتحنا اول اكاديميه بالعالم يلي مرخصة من الايزو ويلي بتعلم اخلاق وقوانين السواقة، واكيد نحن هون بدنا نحكي عن الصحة مش على السير. بدنا نحكي طبعا عن الصحة، بس قد ايه حلو انه عم نعلم اخلاق وقوانين السواقة. الدنيا مش بس قوانين، يعني اذا الانسان هو ما كان ماشي بقانون شخصي ولحاله يعني ما بيقدر يلحق ولا اي قانون يعني. صحيح، منشان هيك انا كطبيبة اطفال بقول انه الوقاية هي اهم شيء. كيف بنطعم الاولاد للشلل مثلا تنحميهم؟ عم نعطيهم لقاح العلم عبكير، وعم نعلمهم الاخلاق والقوانين من خلال منهج اكاديمي مش بس معتمد من الايزو، بس بيعتمد طرق تعليميه كثير قريبه للاولاد. لانه نحن بنعتبر انه هيدا واجباتنا كعائله، بنعتبر واجباتنا كاطباء، وبنعتبر مثل ما زميله والصديق العزيز دكتور بيتر نو بغنيته بيقول ما في شيء مستحيل ابدا. صحيح، حدودنا هي السماء. منال مزبوط. منال بعرف انه كثير هيك قلبك بيفرق على الاولاد وكثير بتحسي يعني بوجودهم، بتحسي معهم، بتشعري بفرحهم وبحزنهم ايضا. كيف كفنانه حضرتك يعني بتكوني انفولف بالعمل الاجتماعي الانساني، قد ايه هذا الشيء مهم بحياتك؟ صراحة بحس أكثر من مهم، it's necessary مش بس للفنان، لكل إنسان. أنا بالنسبة لي دائما بقولها هيدا النوع من الـ يعني the fact that I help kids بالنسبة لي هيدا أكسجين. بالنسبة لي مش بس we do it لأنه بدنا نكون إنه شخص أحسن or a better person. It's for a better world. يعني صراحة دكتور لو كل الناس مثل حضرتك منكون عايشين عن جد عند بابا نويل. Really it's لبنان بألف خير. Thank you. لبنان بألف خير. بدنا نكون إيجابية ونحن بالعائلة ومع أصدقاء جي إن كي الكتار ومع مجلس الأمنة بنعتبر إنه أطفال لبنان عندهم الحق وعندهم الحق يعيشوا منيح، يتعلموا، يكون صحتهم منيحة، يكون أمينين على الطرقات. اليوم ممنوع، يعني صرنا بال2018 ممنوع الولد يكون مريض أو مش قادر يتعالج لأنه في مشكلة مصاري أو في مشكلة قانون أو في مشكلة بلد. ممنوع يعني. صحيح صحيح. واليوم الفضل الكبير فعلا للجمعيات الأهلية اللي عم تكون عم تشتغل بشكل كتير كبير بلبنان. طبعا في دعم من الجهات الرسمية وأكيد في تعاون دائم معهم، ولكن في عمل كمان جدي على الأرض وصعب ومتعب أيضا. إذا بدنا نحكي شوي عن الأمراض الدم الوراثية، في عم نشوف هلأ توعية أكثر عن فقر الدم المنجلي.
شو هو تحديدا وليه هالقد في تشديد؟ صراحة أنا اتجيت من أمريكا، بأمريكا كتير في فقر دم منجلي، واتجيت على لبنان ما كنت سامعة فيه، واعتبر انه بس عنا تلاسيميا. وبعدين لاحظت انه في عنا كثير من هالامراض. شو هو مرض فقر دم المنجلي؟ هو فقر دم وراثي يلي هالولاد اللي عندهم اياه عندهم وجع كثير وعندهم جلطات، واذا ما تعالجوا عبكير بيقدروا يموتوا عبكير. من حسن الحظ كل ما عم نكشفهم بس يخلقوا ونعالجهم، كل ما عم يعيشوا حياة قريبة للطبيعية، وكثير من الولاد قسم كبير منهم هون موجودين معنا هني فقر دم منجلي. نحن اهتمينا فيه كمؤسسة جي ان كي لأكثر من سبب، لأنه الوجع ما لازم يكون عند ولد مثل ما عم تقول منال. الوجع مؤلم، يعني هل فقر الدم هو يلي بيسبب كل هالأمور؟ وجع كتير قوي، الوجع كتير كتير قوي، وما بدنا ولد ينوجع. وجورج بالتحديد كان حساس كتير لهالأمور، لأنه كان عنده كان عنده إيجابية بالدنيا وما يحب يشوف حدا عم يزعل. مشان هيك حبينا أنه نضوع عليه، لأنه هالولاد بيوجعوا. وسبب تاني لأنه ما حدا عم يهتم فيه كان بلبنان، وما حدا كان متوعى له. لهالسبب نحن مش بس عم نعالج هالأطفال، في عنا برنامج كامل شامل يلي بنكشفهم عبكير بنعالجهم، بنعطيهم كل الأدوية الوقائية والعلاجية، وبنفس الوقت بنعلم أهليهم مشان ما يخلق ولد عنده فقر دم منجلي مرة تانية. لأنه بدي أحكي دكتور سريعا جدا عن العوارض، وكيف بدنا ننبه اليوم الأهل اللي عم بيحضرونا أنه يكونوا عم يعملوا تشيك أب للأولاد خصوصي بها الموضوع. شو اللي بيلاحظوا الأهل عند أولاد لازم يتنبهوا؟ في شغلتين مهمين كتير. أول شيء وقتها بيخلق الولد لازم نعمل له فحص بنسميه تخطيط دم أو ترحيل، تنشوف الهيموغلوبين اللي ما هو طبيعي الهيموغلوبين المنجلي. هيدا ما بينعمل بلبنان لسوء الحظ، نحن عم نضوي وعملنا لوفات الأولاد عليه. هيدا أول شيء. الشغلة الثانية لازم نقول للأهل إنه أي ولد عنده أوجاع كتير قوية ومصفر كتير، وفي حدا بالعائلة مثله أو حدا مات عبكير من التهابات وتجلطات، لازم نتأكد عنده فقر دم منجلي. لأنه بدي أقول لك أنه 2% من الشعب اللبناني حسب الإحصاءات يلي نشرتها أنا، 2% هني حاملين المنجلي، و 0.1% مريض، وبالشمال نص الحالات موجودة بالشمال. واو. مش هيك نحن عم نضوي على الشمال والجنوب أكتر منطقة فيها عم شوف الأولاد عم يلعبوا كتير كتير مهضومين، وما منحس أبداً أبداً اليوم أنه في عندهم أي مشكلة صحية. وأكيد هيدا الفضل بعود لهالمعالجة ولهالمتابعة أيضاً لهالموضوع وللدعم. أنا بديهم يفرحوا يبتسموا. أنا ما عندي محل للزعل بالدنيا، ولو أنه زعلي كل حياتي بس ما عندي محل. أكبر زعل دكتور أكيد، بس هودي أولادي. أنا بشوف جورج بكل واحد منهم بالصراحة. مش هيك تحدي كتير إلي أنه أعمله الأفضل علاج بالعالم، وأفضل علاج بقول مش بس العلاج بلبنان، حتى بعتنا جروب منهم على إيطاليا تيعملوا عمليات للزرع، وهلأ عم نعمل نتعاون كمان مع الناس اللي بيعملوا زرع بلبنان تنأمن لهم أفضل علاج بالعالم. هيدا حقهم. ما نلح بالدمعة، بدنا نغير لك شوية جو لأنه أنت شخص كتير كتير حساس. رح ناخد أو منشوف ريبورت لسبا بي عايش تي ومر. نحن هون عايشتي باي دي سي السبا، عنا تريتمنت يلي هي البراند فالمو يلي اكسكلوزيف لنا لعايشتي. كمان عنا غير انواع من الفيشل بودي تريتمنت هير برودكتس اس ويل اس النيل. نفرق عن العالم غير بالديفرنت كايند اوف التريتمنت اللي عنا اياهم، مثل بودي تريتمنت فيشل تريتمنت ان كان لافاشيل ان كان فالمو. رح نعمل تنظيف الدقن، لأنه مثل ما بنعرف إنه الرجال اللي بيتركوا دقن ما بيهتموا بدقنهم كتير lately، so صار عنا شغلة كمان اهتمام بالدقن، لأنه في مثل الشعر في كتير بقلبهم بيضل في غبرة يلي بيأذي الجلد مثل ما بيأذي رصينة الشعر كمان. الحلو فيه انه هون الزبونة ما بتحس انه جاي بس انه سبا تعمل شي تفل، حلو فيه انه بتجي نغنجها ونحس نحب انه نحسسها انه هي جاي ببيتها. عنا كمان شغلة انه عنا ليزر تريتمنت هير ريموفل يلي نيو ماشين سوبرانو ايس، نعمل بينلس هير ريموفل.
رومز بالسبا اللي عندنا اياه، كابلز مساج روم، عندنا سنجل روم مع شاور اكيد كابينز لالون. البالمون اللي عندنا اياها بيميز عن الاربن ريتريت سبا تبع عيشتي باي ذا سي كومبيرينج تو اذر سبايات، هي الاكسكلوزيف لعيشتي. وكمان يعني ضمنهم في براندات يلي بس عيشتي باي ذا سي عندهم اياه، مثل بالميك اب سكشن يلي كمان عندنا ديفرنت كايند اوف ميك اب براندز، بالهير، بالنيلز، بالفيشل وبالبودي تريتمنتس ايفن. في عنا صبيتين بدهم يشاركوا بكريسماس كويز، رح نقول لهم هاي بونجور لسيرين. هاي سيرين، اهلا، كيفك؟ منيحه، كيفك انت؟ قد عمرك؟ 12. وهلا، هاي هلا. هاي، انت عمرك 12 كمان؟ يس. حضرتوا مثلا، رجعتوا دروسكم او كيف حضرتوا حالكم لهالمسابقه الصعبه كثير؟ شو؟ طيب ريدي؟ ريدي للاسئله؟ ريدي. اوكي، كل وحده بتجاوب صح رح تاخذ نقطه. السؤال الاول، اعطوني جملة تسمعوها كثير بفترة العيد. يلا هلا. هابي نيو يير. هابي نيو يير صح؟ من الأجوبة الصحيحة، مضبوط. هلا نقطة لإلك. السؤال الثاني، أي شهر بالسنة عنده عدد أشهر أقل من 30؟ شباط. شباط مضبوط، بس كان دورة. أنا بعطي هلا، هلا أنت بتجاوبي قبل سيرين. سيرين، عم نحكي عن غرض فيه كتير وراء بس منه شجرة، شو هو؟ دفتر. دفتر مزبوط، أو كتاب صحيح. نقطة لإليك، صرنا 2-1. نيكست رانيا، عم تزابر أو أنتو عم عندكم الأجوبة؟ لا لا، عم تاخدوها من رانيا ما هيك؟ لا أنتو؟ شو رانيا؟ أوكي، ما خصني أنا. نيكست كويستشن، شو الشيء اللي عنده أربع إجرين بس ما بيمشي؟ كرسي. اوه ايوه، 1-1. سؤال الخامس، مش عايزين سؤال ايه، مش عايزين السؤال الخامس والاخير، شو هو الشيء يلي عنده سنين بس ما بيعض؟ مشط. مشط. المشط. طيب، عم بيكونوا على طول عم بيجيبوا صح اثنيناتهم، فاثنيناتهم ربحانين. رح نقل لكم انا كادوين من عند ايشتي، رح نقيهم من تحت الشجرة. That's one. Okay. And that's two. سيرين وهلا، بقلكن من هلا ميري كريسمس، هولي لقلكن جوايز من عند ايش تي، ان شاء الله تحبون. فيكن تفتحون اذا عبالكن لا تفرجون. رح اذكركن انه بعد شوي رح نرجع نستقبل اتصالات للي بيحب يشارك ويجرب يحضر سعر بعض الايتمز اللي رح ننقيهم من ايش تي سولوشن هوم سولوشنز. مبروك، حلوين، نايس جاكيتس، بيوتيفول، حبيتوا؟ You're very welcome. Thank you لعيشتي باي ذا سي، اللي عم بيقدم كل الهدايا القيمة، اللي عم نهديها أكيد للأطفال يلي عم بيشاركوا معنا بهالحلقات، وأكيد للمتصلين. أما هلأ رح ناخد بريك، وبعد شوية منكمل ألعاب جديدة ومنتعرف بعد أكثر على الضيوف يلي معنا.
in heavenly peace. فظيع كريس، فظيع عن جد، روعة. بحب ذكر كل المشاهدين بأنه فيهم يتصلوا، وألبير صار جاهز لحتى يلعبوا لعبة الجوستو بخي على 04717 716 اكستنشن 100 و200، وإذا ما علق من أول مرة جربوا بعد كذا مرة، لأنه عم بيكون في عجقة على الخطوط. منال فيك تتصلي من هون إذا بدك كمان بتربحي. دكتور خليني هيك أسألك، قد ايه اليوم الطب بيعترف بأنه الفن هو علاج، بأنه الموسيقى هي بتساعد لحتى الإنسان يكون مرتاح أكثر ويكون عم يتجاوب مع العلاجات أكثر؟ وقت الواحد عم يتوجع أو عنده مرض مزمن وبده يتعالج كثير، ما في شيء رح يريحه غير انه يكون بجو مريح كثير. نحن عاده بنعمل اوض خصوصيه لهالولاد منشان كلها الوان وحسب ما شو بنسميهم دريم رومز، منشان يكونوا مرتاحين، لانه نحن واعيين انه الفن هو ضروري كثير. اكيد نحن بعدنا محصورين بمدى اهتمامنا بالفن مثل ما لازم، وضروري هسه نضوي اكثر ونخليهم يجوا اكثر عند هالولاد. بنجيب اوقات فنانين بيجوا لعندهم هن وبالمستشفى، وبيساعد كثير لتقبل العلاج لالهم ولاهلهم. الفن انا برايي هو من الحلول لهالوطن. الفن هو من الحلول لهالوطن، هو من الحلول للمرض، للتعاسة اللي عنا اياهم، لانه الفنانين هن شفافين عم يعطوا رساله بدون اي حاجز وبدون اي واسطه وما بدهم منفعه. وانتم احلى شيء برهان اليوم انه موجودين تتخلوا الاولاد يبتسموا، في احلى منا تقدروا تعملوا فرق عند الناس. كثير حلو، كثير حلو اللي عم بتقوله الدكتور. ما هيك منال؟ شو بتعقب؟ اكيد الميوزيكوثيرابي، يعني ميوزك از ثيرابي. وهلا كنا عم نحكي اوف ذا ريكورد انا والدكتور، انا دجا حجزت حالي ام جوينج تو جو خلص، اعتبري صار عندك ممبر جديد. اوف كورس اوف كورس، وات ا برايد، وات ا برايد، ثانك يو. بس منال على كل حال، يعني الفنان دائما لما ببلش قبل ما يصير محترف، قبل ما يتعلم، قبل اي شيء ثاني، بيكون هيدا الفن هو بس لفرحه. يعني كيف مزبوط. انت بلشتي قد ايه مضبوطه هيدي الشغله؟ هلا اكيد يعني الفنان باي نيتشر بيصير يقول انه انا مش بس يعني بغني، اكيد بدي غني الي، بس بيقول لك انه there's the audience كمان. بس اكثر من هيك، يعني بتغني لإلك بعتقد اوكي اتس ا برايورتي، بتغني للناس لانه الفنان كمان. بلا جمهور ما بيعني شيء. بتروح كيف اذا هيدا الفن كان لعمل خيري، هون بيكون top of the top، لانه في كثير ناس اوقات تنسى الكوز، بيكون مثلا فنان بيقلب عمل خيري وكذا بينسى انه مهم البرفورمانس، وانا اذا منيح ومش منيح مش مهم، مهم why you're doing this. هذا الحب المجاني، هذا العطاء المجاني على كل حال، من دون ما يكون في اي هيك يعني اي منفعه، الا انه نشوف الناس مبسوطين وفرحانين عم يرقصوا وينبسطوا. على سيره هيك الفنان والاحترافيه، شو محضره جديد منال؟ اول سينجل، اول سينجل فاينلي لك بالعربي. بالعربي كمان، يس يس. كان صار لي فتره طويله عم بشتغل على المشروع، لانه اتس ذا فيرست سينجل، يعني هيدا مفروض يكون يمثل مزبوط انت شو الايدنتيتي، ماي ايدنتيتي. فاخذ وقت بس نقل رد اول 2019، شي شهرين ثلاثه.
شو اسم الغنية؟ ما في يقول شيء ولو ما عليك بحرسك شوي اسمحي لنا صغيرة طيب ولا قالت لنا شيء ولا مين كاتب هعطيكي هنت تفضلي انه الناس جزء من الناس اللي اشتغلت على هذا البروجي كانوا موجودين من شوي كريستيان وسكارلت عم جرب زعبر مش عاطيني ولا كلمه عن الغنية انا بدي اقول لكم ثانك يو منال ملاك كريستيان ابو عني دكتور ادلت عيناتي خرياتي من جمعيه جي ان كي واكيد كل الناس صار عندهم علم وهيك توعيه عن هالموضوع بيقدروا يتواصلوا معكم دائما خليني انتقل لعند البير لانه في اتصالات كثير ناطره لحتى يربحوا هدايا قيمه من باي ذا سي البير رانيا امبارح عرضنا هالايتم يلي هو 3 دي برينتر من داغوما نيفاس نيفا ماجيس اسمه براند فرنسويه براند معروف كثير بعالم ال 3 دي برينترز ما حدا حذر السعر اليوم رح نكمل مع المشتركين واول اتصال هو ردي خلينا ناخذه الو مرحبا مين معنا على الخط اوكي اسمعوني بس على التليفون مش على التي في الو الو ايه هاي الو بونسوار بونسوار مين معي الو بونسوار تفضلي شو اسمك الو بونسوار بعتقد صبي شو اسمك كارين حمود كارين لا بنت اوكي كارين كارين راح يكون معك 15 ثانيه لتحاولي تحزري قد ايه سعر ال 3 دي برينتر اللي موجود هون ريدي كارين عم تسمعي؟ قد ايه بتبلش ماما فيك تعطيني فكره؟ اعطيكي فكره؟ ايه يلا بلشي وبساعدك رح نبلش بالكرومات طب 15 ثانيه بدك تعجلي شوي كارين ايه سو كارين وين بدك تبلش اي سعر؟ 770 اقل اقل 530 اكثر 530 أكثر طيب بعتقد كان عندك مشكلة بالاتصال 550 رح بيني وبينك رح أعطيك 10 ثواني إضافية لأنه 440 لا أعلى كارين ركزي شوي شو السعر النهائي اللي بدك تعطيه؟ أكثر من 400 أكثر 600 لا طيب ميرسي كارين بعدك على الخط اوكي نيكست كولر لكن الحلو بال 3 دي برينترز انه الديزاين الفكره الحلم اللي عندنا اياه يلي مهندس يلي بحب ياخذ سامبل لشغله مثلا فكر فيها حابب يرسمها هون فيكم لاير افتر لاير تصنعوها وتشوفوها بثلاث ابعاد في اتصال جديد بس رح اذكركم قبل بارقام التليفونات اذا بدكم تشاركوا 04717716 اكستنشن 100 و200 الو مين معي على الخط؟ الو الو اهلا تفضل كيفك؟ كيفك البير؟ فيري جود ثانك يو مين معي؟ معك احمد 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 من وين عم تحكينا؟ عم بحكيك من حلب عكار من عكار؟ نعم اوكي يلا 15 ثانيه تفضل 570 قد ايه؟ 570 لا اكثر 590 ما عم بسمع انا هون 590 انا بمحل ما بسمع منيح اكثر 610 اكثر 630 اكثر 650 اكثر 670 القطه 700 نزل 665 خلص الوقت بس كثير قرب لانه كنا كثير لا اكيد رح ربحك 666 يعني ما فرقت على مشي مبروك لك رح تربح هديه قيمه من عند اتش تي مبروك لك انا رح غير ايتم في عنا غير ايتمز هول كلهم اشي على فكره موجودين ب اتش تي هوم سولوشنز برمت كاميرا سريعه بتفرج قديش في ايتمز من فيديو جيمز لتي فيز لكمبيوترز لابتوبس اشياء جادجتس مهضومه وهذا الجادجت رح يهم كثير الناس اللي بيحبوا يلعبوا جيمز ذس از ذا كراكن برو في 2 اوكي بيودي باي Edition. هذا الاسم الصعب لازم نقوله PewDiePie Edition. It's a very special edition ل experience غير شكل بالناس اللي بيحبوا يلعبوا e-sports. اوكي رقم التليفون بتعرفوه 04717716 وفي اثنين extension. مين عبله يحذر سعر هذا الايتم؟ الو هاي بونجور كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال من وين عم تحكينا؟
معك احمد فقيع عم بحكيك من بيروت. احمد من بيروت، اوكي احمد حاضر ل 15 ثانيه وتحاول تحذر شو هو هيدا الايتم. عم نشوف هون بالصوره بيوتيفول ايرفون للناس اللي بيحبوا يلعبوا جيمز ويحضروا السبورتس كراكن فيرجن. ريدي؟ ريدي. يلا 15 ثانيه تفضل بلش. يلا احمد. 200 دولار اوطى. 150 احلى شوي. 165 لا اوطى. 160 اوطى. 158 اعلى نكزه. 159 لا اوطى. 159 شو قلت اخر شيء؟ اخر شيء شو قلت؟ قلت 152 157 سوري. يعني فرق دولارين. انا برايي لازم تربح، لازم تكون رابح احمد. فمبروك. ايه مبروك، هديه قيمه كمان من عند اي تي لك. ميرسي للمتصلين. هلا اذا بعد في وقت بنحاول نرجع ناخذ اتصالات بعد شوي. مين وايل بريك سريع. متابعين نحن وياكم من ايش تي باي ذا سي، العاب مع الاولاد، توعيه على الجمعيات الاهليه، وفنانين عم بيكونوا موجودين معنا كل سبت واحد ابتداء من الساعه 4 للساعه 6. واكيد كل المشاهدين مدعوين انه يجوا ينضموا لنا هون يعملوا برمه ب ايش تي باي ذا سي ومنتعرف عليهم. ليش لا؟ ما هيك البس؟ نتعرف عليهم، نحكي شوي، اللي حابب يتصور بنتصور، بس اهم شيء مثل ما عم تقولي عم نتعرف على الجمعيات الحلوه اللي عم تعمل شغل كثير حلو. بعدين في كثير اشياء عم بتصير هون ب ايش تي باي ذا سي، مبنى كبير، اكتيفيتيز نشاطات، واكيد محلات واحد يقضي وقت فيها ان كان المتحف لانه في كولكشن كثير حلوه بالايش تي فاونديشن، المطاعم الحلوه. كنا عم نشوف ريبورتس عن النشاطات اللي عم تصير، الباربيكيو نهار الاحد مثلا الى اخره، والالعاب لانه في توي ستورز، في جادجت ستورز، مالتي ميديا ستور، والهوم سولوشنز اللي بيضمن كولكشن كثير حلوه رانيا من المطابخ، من ستيلك على الاخر كمان الهوم كولكشن اللي موجوده هون، مش بس التاب الستيلك، كمان كل الايتمز اللي موجودين فعلا بالهوم سولوشنز. شيء في كل الاسعار، هيدا كمان بيقولوا انه الناس بركي بتفكر انه بس نوع واحد او يعني مارجن واحد من الاسعار، هذا الشيء مش مزبوط حتى بالتاب وبكل الالعاب وكل شيء. يعني اهلا وسهلا بالجميع. على سيره الايتمز والفاشن، خلينا نشوف شويه فاشن مع سيدريك حداد بهالريبورت. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. نحن هلا بأوف وايت. أوف وايت هي من البراندز يلي طلعت بطريقة كتير سريعة لدرجة إنه صار في محل خصوصي لإلها يلي اسمه أوف وايت. كتير العالم عم بتحبها، خاصة اليونج جينيريشن كتير عم بتحب قطعها. عم ينباعوا بسرعة كتير لأنه it's super stylish. This is their logo. أكيد بكريسماس رح نشوف اللون الأحمر أكتر موجود. معروفة بألوان كتير مثل نقشة الكاموفلاج، أكيد البلاك، بس اللي دايما ما يعني ما بيموت أبدا واللي نعرف أكتر شي فيه هو البلت تبعها يلي هو لونه يلو، يلي نحنا فينا نحطه على الشنطة، على الكاري اون تبعنا، او على الجينز او البانتس تبعنا، او حتى في عم يستعمل يونيسكس عند النساء والرجال. في منهم عم يلبسوا فوق بليزر خاصة عند النساء. كثير انلبس وكثير انحب. So I think فينا نعمل لوك على هيدي القطعة لأنه this is one of the classic pieces بأوف وايت. يعني منا كلاسيك هي ان جنرال، بس بهيدي البراند هيدي ما بتموت، يعني فيكم تشتروها هلا وفيكم تشتروها اني تايم بعدين. مثلا هيدي اتس ا بيس ذات از ا ماست هاف بيس لهيدا السيزون، يعني اتس فيري نايس، الالوان از بيرفكت لكريسماس. ما علينا غير انه بس نحط معها اي دارك جينز بلاك او دارك جراي او حيالا لون غامق من تحت، وذاتس ات از سمبل از ذات، اتس ا ستيتمنت بيس. والديتيلز كمان اكيد، يعني لاحظوا هون البلاك اند وايت كيف
لاحظوا الكتيبة مكتوب check shirt لأنه it's a checkered shirt. هاي سيرين كيفك؟ أدي عمرك؟ 9 سنين ويارا أدي عمرك؟ 9. بدك تقرب الميكرو لنقدر نسمعك. 9. كمان عمرك 9 سنين. رح أطرح عليكم كمان أسئلة كتير صعبة رح تجيبوا رح نشوف مين رح يوصل على أجوبة أكثر صحيحة وهيك بتقدروا تحصلوا على هدية من عند اي تي. حاضرين؟ أوكي؟ إذا ضيعتوا طلعوا برانيا. أوكي سؤال أول، شو هو الشيء يلي نملكه بس غيرنا بيستعمله أكثر منا؟ اسم. مظبوط، نقطة لإليك، صح، جواب صحيح. نقطة ليارا. السؤال الثاني، شو أول شيء نعمله لما نوعى بكرة؟ يارا شو أول شيء بتعمل لما توعى بكرة؟ رانيا وراي. طيب نفيق. نفيق أكيد بنفيق. شو بنعمل أول شيء لما نفيق؟ فرش أسناننا. قبل؟ نغسل وشنا. أوكي بنفتح عيوننا، ما هيك أول شيء بنوعى بكرة بنفتح عيوننا. بونجور. السؤال التالي، شو الشيء يلي نشتريه بيخدنا وين ما بدنا بس ما فينا ندخله على البيت؟ سيارة. سيارة مظبوط، نقطة لإلك. سؤال بعد، شو هو الشيء يلي موجود بداخل الغرفة وبخارج الباب؟ اوه محضرين حالهم. اوكي مين عم بياخذ نقطة هلا؟ كلنا عم ناخذ نقاط. سؤال دودو تعادل. يلا سؤال الأخير، شو هو الطبق يلي منه من الحلويات بين هالثلاث أطباق؟ الجاتو، تارت أو بطاطا مقلية؟ بطاطا مقلية. أوكي يلي رح نعمله لأنه يلا سؤال بعد إضافة، شو هو الشيء يلي بيركض بس ما بيمشي؟ شيء منقول أنه بيركض بس ما بيمشي. بعطيكم احتمالات، 3 احتمالات. هل هو عم نحكي عن المي، عم نحكي عن الشباك، أو عم نحكي عن الخزانة؟ المي. مزبوط. بما أنه ماشيين بتعادل مستمر رح نسأل كمان سؤال. وين صرنا بالأسئلة يلي شو في؟ أنا في أنا أسأل شيء. Go ahead. شو هو الشيء اللي منكبه بعد العصر؟ شو هو الشيء اللي منكبه بعد العصر؟ ليمونة. ليمون. برافو يارا. رح تربحوا اثنيناتكم على كل الأحوال. رح اختلكم كمان كادوين من تحت شجرة عشتي اللي موجودة هون. مبروك ليارا ومبروك لسيرين، اثنيناتكم تحصلوا على هالكادويات الحلوة. That's for you and that's for you. ميري كريسمس عبكير، من هلا بقلكم ميري كريسمس. عبالكم تفتحوا كادوياتكم فيكم تفتحون. رانيا نحن رح نكون بدي اشوف الكادويات. رح نشوف اكيد، رح نشوف شو. ما انا ما طلع لي ولا كادو، كل شيء زعبرت. انا طلع لي كادو رانيا انه نحن موجودين سوا هون وبعدنا موجودين الاسبوع الجاي واللي بعده لاخر الشهر، كل سبت وكل احد بين الساعه 4 والساعه 6 رح نكون موجودين ببث مباشر من اي تي باي ذا سي. بعد في عنا جيمز، هذا مش كل شيء. اوه مور جاكيتس، مبروك. اوه لا لا فيري نايس. بيجي جربيها لنشوف عليك. لكن نحن متابعين البير. بعد في مين بعد بده يلعب معنا؟ بعد في عنا لعبة مهضومة رح نختبرها سوا ونجربها. اها لبين ما نحضر حالنا البير، نحن رح مننتقل لريبورت فاشن كمان مع صدري. نحن هلا بالشوز سكشن، خلينا نكتشف سوا شو هن الماست هاف شوز لهيدا الموسم. اكيد من احلى الكولابوريشنز اللي صاروا هن بين فيلا وفندي. شفنا الكولكشن تبعهم يلي هي تقريبا سولد اوت كانت. And this is one of the masterpieces اللي عملوهم، يلي هو البالكي سنيكرز. جمعوا البالكي سنيكرز مع السوكس بذات الوقت. اكيد الاوف وايت كمان كانوا من احلى البراندز يلي
كتير تفوقوا على غيره من البراندز ويلي عملوا this sneakers. حلو بزينيا انه كسر شوي من الكلاسيك ستايل اللي دايما بيتبعوا وراح على شوز مور مودرن ومور ستايلش. هلا اكيد ليلة نوال افضل ما نروح كتير رسمية نروح على ستيل اكتر سمارت كاجوال تنقوله، مش كتير فورمال ومش كتير كاجوال، سمارت كاجوال. يعني اكيد بفضل كل الشوز اللي كتير رسميات مثل هيدا الشوز من سانتوني، اكيد بفضل هيدا ما ينلبس ليلة كريسمس لانه رح نكون شوي اوفر دريس. اكيد على نيو يير فينا نروح على الشوز الرسمي شوي اكثر يلي عاده بنلبسه مع بدله او نلبسه على عرس او على شيء رسمي عنا اياه، فمشان هيك فينا نروح على هيدا النوع من الشوز مع بدله رسميه، خاصه اذا سهرانين بمحل رسمي، او اذا ما بدنا نروح على كتير يكون لميع فينا نروح على الجلد العادي اللي هو بيجي هيك. هلا فيه لمعة شوي بس اكيد مش قد لمعة هيداك الشوز. يعني مثلا فالنتينو نزل هيدا الشوز الرسمي يلي بس نشوفه نحن بنفكره كتير رسمي، بس اذا منلاحظ على هيدا الميل مكتوب اللوجو الجديد تبعهم يلي هو VLTN يلي كسر فيه الرسمية تبع الشوز. وبذات الوقت في بوتس نزلوا كتير حلو اللي هو هيدا كمان من فالنتينو، كمان هيدا البوتس يعني ما بعرف كيف باقي هيدا الايتم لانه it's sold out everywhere. I think هيدا اخر سايز باقي اصلا. هول الايتمز يعني ما منلاقيهم غير بايشتي باي ذا سي، ما نتعب حالنا لانه هول اكسكلوزيف هون. نحن متابعين بحلقتنا ومعي جاد يلي بده يغني هن وعم يلعبوا البنوتات لحتى يكونوا عم يتحمسوا اكثر. ما هيك جاد؟ جاد شو اسمك؟ جاد محمد جرجي. اوكي، وانت قلت لي انه صوتك كثير حلو بدك تغني شيء، شو بدك تغني؟ عن العذراء. عن؟ العذراء. عن العذراء؟ واو، بده يغني عن العذراء كارلا. وبده يربح كادويات اكيد اليوم معنا. وانت شو طلبت من بابا نويل؟ بعد ما قرر. هلا قرر اليوم لانه نحن بدنا نساعدك لحتى تاخذ كل الكادويات اللي انت عبالك انه تحصل عليها. خلينا نسمع. شمع وبخور وتجتيري، انت يا عذرا مقابلي، بعيونك عم تندهيلي، كمل شلطي وكل ما اسمك عم شلي، سلام عليك بيوصلي، صوت من السما بيقلي كمل صلاتي يا ام النعمي يا اطهر كلمي، انا بوجودك انت حدي بتكمل حياتي يا ام النعمي يا اطهر كلمي، انا بوجودك انت حدي بتكمل حياتي. شمع وبخور وترتيري، انت يا عذرا مقابلي، بعيونك عم تندهيلي كمل شلاطي. تعرف مين بيرتلها هالترتيله؟ ناجي قسطا. بدنا نقول له تحيه لناجي قسطا، بتجنن وبتطير العقل. ميرسي لك. ماشي البير. رانيا بعد في عنا ولدين بنتين هون بدهم يلعبوا معنا. هاي كيفكن؟ شو اسمك؟ مريم. وانت؟ شامي. نعم؟ شامي. اوكي، يلي رح يصير انا معي هيدا البول، وعلى الكنبية هونيك في ملعقة بلاستيك وفي قطن، بدكم تروحوا على الكنبية تحطوا الملعقة بيتمكن، تحطوا قطنة وتجوا تحطوا القطنة هون، اوكي؟ يعني بدها تهدى القطنة بالملعقة، انتم ماشيين من هونيك لهون، ريدي؟ اوكي؟ 1 2 يلا جو. بيتمك صح
نايس نايس، مبروك الاثنين. بدكم تعبوا اكثر، بدكم تعبوا اكثر قطن. يلا Thank you.